طيب تعال نشوف جوزيه جوميز قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ونرجع نكمل كلام. So it was a game that we start playing in the different way that we shoot. يعني ده بدأنا الجيم بالطريقة اللي المفروض ما مش هي الطريقة اللي احنا كنا المفروض متكلمين فيها وشغالين بيها يعني طول الأسبوع. But after we catch the game in our hands and we create chances enough to win. ما كده خدنا يعني رجعنا الجيم تاني لإيدينا وخلقنا كذا يعني كذا فرصة إن احنا نقدر نجيب جوان عشان نكسب. Ismaili team they were brave. يعني فريق الإسماعيلي كان يعني شجعان. Special the saves that their goalkeeper did in the second half. وبالنسبة للحارس المرمى أحمد علاء. إن هو اللي إحنا ما أديناش الأداء اللي هو مستنيه يعني ده اللي إحنا عاوزينه يعني. We create just 5-6 goal situations. خلقنا 5 أو 6 فرص للتهديف ان احنا نجيب فيهم جوان. And we could score in that situations of course. طبيعي ان احنا كنا لازم نحرز اهداف من الفرص دي. But we must create 15 20 and be much more offensive in لكن الطبيعي ان احنا لازم نخلق 15 او 20 فرصه ونبقى اكتر كمان هجوميا في نص الملعب. Resuming the game we didn't play we didn't start the game well we after we catch the game and we create chances enough to win. But in my opinion, as Zamalek team, big club, we must create much more chances to score. ملخص المباراة إن إحنا ما بدأناش البداية اللي إحنا كنا متوقعينها يعني بعد كده خدنا المباراة تاني في إيدينا وخلقنا فرص لكن فريق زي الزمالك بحجم الزمالك لازم يخلق فرص أكتر وأكتر عشان الفرق الكبيرة دايما بتجيب بتخلق فرص أكتر كنا لازم نخلص المباراة. Not because the yellow card. I changed him because I wanted to build up the game with more security. هو ما غيروش عشان الانذار يعني هو غيره عشان احنا كنا عاوزين نبني المباراة بأأمن بالنسبة لنا يعني. And at the same time we should ask more in behind in the defensive line. طبيعي في المواقف زي دي لازم يعني نسال انا مش عاوزين الكوره دايما في المساحات اللي في ظهر الديفنس. شحاته is a young and big talent from Zamalek. شحاته لسه صغير في السن وعنده موهبه كبيره جدا. But this can happen. We don't need to make the changes that just in the last minutes. We can do it when the team needs. ده الطبيعي. And I think we played better when Abdallah dropped. And Obama catch his position as a 10 and Jaziri stay as a 10. ده الطبيعي يعني مش لازم نعمل تغيير في اخر دقيقه في المباراه او في الشوط لما نحتاج التغييرات هنعملها وهو شايف من وجهه نظره ان الفرقه اتحسنت لما عبد الله نزل في وسط الملعب واوباما رجع 10 والجزيري لعب كمهاجم يعني. المدرب ده عنده فرص عظيمه انه ينجح مع الزمالك، مدرب محترم جدا جوزيه جوميز، مدرب محترم جدا يعني.